السؤال الثاني تقول: إذا ابتعدت عن أمها أسبوع كامل بسبب انشغالها ببيتها وأبنائها، هل في ذلك عقوق أو ذلك ولا؟ ما في عقوق، لكن العاقل يعوض. يعني إذا قعدت أسبوع ثم راحت لأمها وحبت رأسها وحبت إيديات، والله يا أمي أني ودي عندك كل يوم، بس ذا العيال سيدة وذا العيال سيدة، وأبونا يقول سيدة يا الله خليت لي، يا وقامت تجيب لها حسي ولا راحت معها تسم سالفة سوى فلان، وترى العجز يحب السوالف. صحيح والله، سيدة وقارة وسيدة وفيها أخبار عن سيدة، لكن بعض الناس الآن لا راحت لأمها فلان أسمي طيبة، طلعت الجوال وصار جات عين الجو، وش نفعتي هالعجوز؟ العجوز تنتظر سؤال بس، تبي منس أشياء. أي يا إخواني، ترى والله العظيم نصف البر حسي لين، ووجه طيب، ابتسامة وكلام طيب ودعاء. والله يوم يمتي البارح إني دعيت لسبشرت ودعيت لأبوي، والله الحمد لله يوم يمتيني حتى انبسطت يوم دعيت بس، انبسطت وارتحت. أنا يا الله يا ربي يقبلها يا أمي، تكفين على لا تخليني مدعى، ترى أنا أدعي لك يعني تنشط أمها وتتنشط. مو بي أنا والله أقلق عندما يعني بعض العجز الآن تقول وش أبيبهم يا شيخ، يجوني ولا جوني لك كل معه جواله، كل بس يحاسب جواله وأنا مخليني. ما يصلح هذا، ما يصلح أبد. الجوال له عاطف من الوقت ما يكفي، لكن نجيت لأمك عطها، خلي وجهك عندها، خليك تسمع منها وتقول لها.